السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في المحاضرات المسجلة لمساق برمجة حاسوب 2 لطلاب وطالبات المستوى الثاني، دبلوم تصميم وتطوير صفحات الإنترنت. اليوم إن شاء الله رح نتابع في أمثلة عملية على موضوع الإنترفيس. اتكلمنا في المحاضرات النظرية على إنه الإنترفيس هو عبارة عن تجميع لمجموعة من الدوال الأبستراكت، بمعنى ليس لها تنفيذ، ومجموعة من الثوابت المعرفة على إنها فاينل، فبالتالي أنا ما بقدر أغير قيمة هاي الثوابت. في المحاضرة هاي إن شاء الله اللي رح نعمله هو الآتي: رح نعمل عندي هان انترفيس. هذا الانترفيس في دالة ابستراكت، هذه الدالة لحساب القيمة المدفوعة، يعني كأنه في عندك فاتورة وبدك تحسب قيمتها، أو كأنك في عندك موظفين وبدك تحسب قديش بدك تعطيهم راتب. فبالتالي أنا في عندي بالانترفيس دالة لحساب القيمة المدفوعة، رح أعمل كلاس اسمه كلاس الامبلويز. في الامبلويز هذا رح يعمل امبلمنت للانترفيس، لكن انا مبدئيا في كلاس الامبلوي انا ما بعرف شو نوع الراتب اللي هم بياخذوه، هل بياخذ راتب ثابت، هل بياخذ راتب بالساعة. فانا في كلاس الامبلوي انا مش هعمل تنفيذ لدالة حساب القيمة المدفوعة، هتركها لسه زي ما هي abstract. لكن لما اعمل كلاس الموظفين اللي بياخذوا الروابط الثابتة، انا راح اعمل implement او تنفيذ لهذه الدالة، لانه انا ساعتها بكون متأكدة انه هو بياخد مبلغ معين بناء على معادلة معينة. بمعنى لو انا في عندي كمان كلاس لموظفين الساعة، انا ساعتها برضو بقدر اعمل تنفيذ لدالة المرتب. ليش؟ لانه انا ساعتها بعرف انه الموظف اللي بالساعة راتبه بينحسب بطريقة معينة. فهذه الفكرة من مشروع اليوم أو من درس اليوم، يعني حيكون في عندي انترفيس، هذا الانترفيس بيحتوي على دالة أنا مش حنفذها في كلاس الامبلويز. ليش؟ لأنه أنا ما بعرف إيش نوع هذا الموظف عشان أقدر أحدد راتبه، وإنما بحددها لاحقا حسب ما إذا كان موظف بالساعة أو موظف بالعقد الثابت. فأنا أول إشي هعمل فايل نيو بروجكت جافا جافا أبليكيشن، نيكست هنسميه وليكن انترفيس تيست. بدنا نعمل تيست على الانترفيس، تمام. هنعمل فينيش. هن انبنى عندي الباكج اللي اسمه انترفيس تيست، وحط لي الكلاس اللي موجودة في المين. طبعا انا مبدئيا بدي اعمل نيو جافا انترفيس، لانه انا هان مش هعمل كلاس عادي، انا هعمل انترفيس. فبدي اسمي الانترفيس بالاسم اللي بدي اياه، وليكن بيبل، وليكن بيبل يعني المدفوعات. فأنا هنا يا جماعة ما عملت نيو كلاس، أنا عملت نيو انترفيس وسميت الانترفيس هذا بيبل وحطيت فينش. طبعا هاي زي ما انتم شايفين الانترفيس كيف بنعرفه لحاله، عرف لنا اياه، كتب لنا بابليك كلمة انترفيس وأعطاني الاسم اللي أنا أعطيته إياه. طبعا يا جماعة جوات الانترفيس أي دالة لازم تكون abstract، وأي متغير لازم يكون final. فأنا في عندي دالة اسمها get payment amount. هذه الدالة زي ما حكيت لكم بتحسب قيمة الراتب، سواء بالساعة سواء بالعقد. ممكن تعطيها لفاتورة تحسب قيمتها، المهم إنها هذه الدالة بتحسب قيمة المدفوعات، تمام. فهذه بدها تعمل حسبة معينة
وترجع هذه الحسبة، فأكيد حترجع قيمة إيش دبل، لأنه بالآخر حسابات يعني مبالغ. فهذه الدالة بترجع دبل، واسمها get payment amount، يعني بدها تحسب حسبة معينة وترجع لي قيمة الإشي اللي لازم أدفعه للموظف أو لازم أدفعه حق الفاتورة وما إلى ذلك. طبعا يا جماعة، لأنه هذه الدالة موجودة في انترفيس، لازم على طول أحط السيمي كولون، لازم إيش أسكرها، يعني هذه الدالة ليس لها تطبيق، يعني غلط أعمل هيك وأحط لها إيش وأحط لها تطبيق، ما بنفع. بحكي لك الانترفيس abstract method cannot have body، بقول لك الدوال تبعته لازم تكون abstract وملهاش شي body، يعني هذا البودي لازم أشيله وأحط سيمي كولون. فأنا هان عملت دالة abstract موجودة وين؟ في الانترفيس. طب هل لازم أكتب كلمة public؟ لا مش لازم أكتب public، كأنه معرفة public وجاهزة. هل لازم أكتب كلمة abstract لأنها abstract؟ abstract لأنها abstract طبعا لا، يعني أنت لا مطلوب منك تكتب public، ولا مكتوب سوري، ولا مطلوب تكتب abstract. ليش؟ لأنه ضمنيا جميع دوال الابستراكت هي final abstract، تمام؟ فنشيل abstract لأنه خلص هو لحاله عارف إنها double، سوري عارف إنها public وعارف إنها abstract. فأنا بس بحدد إيش النوع المرجع وإيش اسم الدالة، إذا في إلها بارامتر بحطهم، وعلى طول لازم أسكرها، ممنوع يكون في إلها body. فهيك أنا خلصت من جزئية الانترفيس، عرفت الانترفيس وحطيت الدالة اللي بدي إياها جوات هذا الانترفيس. حاجي هان على الباكج، هعمل جافا نيو كلاس. هان هعمل يا جماعة كلاس مين؟ كلاس الامبلويز، الموظفين، تمام؟ كلاس الموظفين. خلصنا، عمل نيو. طبعا الموظف يا جماعة له فيرست نيم، له لاست نيم، اسم الأول والاسم الأخير، له رقم هوية، ممكن نعمل له كمان بانية. لكن أنا هان ما بديش أعمل الدالة اللي اسمها get payment amount واللي موجودة في الانترفيس بيبول. ليش بديش أعملها هان؟ لأنه الموظفين أنواع، وكل واحد أنا بدفع له شكل، بدفع لموظف الساعة شكل، وبدفع لموظف العقد الثابت شكل. فمبدئيا أنا عندي public class employees بدي إياه يعمل implement لمين؟ للانترفيس بيبول، تمام؟ فأنا عندي الكلاس اللي أنا أنشأت الامبلويز بعمل implements للبيبول. احنا حكينا العلاقة بين الكلاس وبين الانترفيس عبارة عن ايش؟ implements، عبارة عن implements، تمام. هلأ بنشوف ليش الخطأ هذا ظهر عنا بعد ما نخلص. طبعا زي ما حكيت لكم، هذا الموظف أكيد في إله اسم أول string first name، بس خلونا نكبر ال n، أو أكيد في إله last name، تمام. ففي عندي أنا هان لا الموظف هذا اسم أول واسم أخير، وأكيد في إله يا جماعة انتجر الـ ID، يعني بالآخر موظف إله رقم هوية أو إله رقم وظيفي اللي بدكم إياه. فهذه المتغيرات هي المتغيرات الخاصة بمين؟ المتغيرات الخاصة بالموظفين بشكل عام، كلهم إلهم اسم أول واسم أخير وإلهم ID. خلونا نعمل constructor public. طبعا الكونستراكتور بياخد نفس اسم مين؟ الكلاس.
بالدعم الكونستراكتور يا جماعة overloaded على طول. إيش يعني overloaded؟ يعني أنا القيم بدي أدخلها مني أنا، يعني ما بدي أعطي مثلا قيم ابتدائية أو افتراضية، لا أنا بدي أعطي للفيرست نيم وللاست نيم وللاي دي قيم من عندي. هحكي له string الاكس فاصلة string الواي، سوري هذه لازم تكون string الواي فاصلة integer w. فأنا هان عندي بانية باسم الكلاس تاخد string x string y و integer w، أو خلينا نحكيها z عشان الترتيب x y z. تمام، هلأ الفيرست نيم هياخد قيمته من مين؟ من الاكس، واللاست نيم هياخد قيمته من مين؟ من الواي. هو اللاست نيم، سوري لاست نيم بياخد قيمته طبعا من مين؟ من الواي. والاي دي فاينلي بالآخر حياخد قيمته من مين؟ من الزد. فأنت هم مجرد كونستراكتور عادي بياخد X و Y و Z بيعطيهم للإسم الأول والإسم الأخير و ال ID. فإحنا هن عرفنا Class الإمبريز، حطينا فيه خصائص وحطينا فيه كونستراكتور. طبعاً يا جماعة في حدا بدي يسألني بيحكي لي يا مس طب أنتي ما حطيتي، انت ما حطيتي الدالة الموجودة في الانترفيس. مش انا في عندي هان في الانترفيس people في عندي دالة، وهذا الكلاس اللي اسمه employee عامل implement للدالة، بس انا حكيت لكم انا الدالة ما بدي اياها هان احسبها لانه هذا الموظف بشكل عام انا مش عارفة نوعه. فلاني انا هذه الدالة ما بدي اعمل لها تنفيذ هان، يعني الدالة لسه ظلت abstract، فبدي أحط للكلاس إنه إيش؟ abstract. تمام؟ فراح الخطأ. فإذا يا جماعة الدالة اللي موجودة في البيبول إيش اسمها؟ get payment amount. المفروض إذا أنا بدي أعملها في الامبلويي أعمل لها تنفيذ ما بحط abstract هان، بس لأنه أنا هذه الدالة لسه مش عارفة كيف بدها تتنفذ فما عملت لها تنفيذ في الامبلوي، فلازم أحط إنه الكلاس هذا إيش؟ abstract. ليش؟ لأنه الدالة اللي أخذها الامبلوي من البيبول ضلت abstract بدون تنفيذ. تمام، حروح أعمل كمان كلاس نيو جافا كلاس بدي أسميها هلأ إيش؟ وليكن السالري امبلوي. ايش يعني؟ يعني موظفين العقود اللي السالري تبعهم ثابت، فهذا السالري امبلوي نحط فينش. طبعا هذا يا جماعه اكيد اكيد بيعمل اكستند لمين؟ اكيد بيعمل اكستند للامبلويز لانه ابنه، يعني الأب عندي الامبلويز والابن عندي السالاريد امبلوي. تمام، خلينا نشوف. طبعا رح يورث من أبوه كل هدول الشغلات، حيورث الفيرست نيم واللاست نيم والاي دي، وحيقدر ينادي هذا الكونستراكتور. خلينا نروح عليه. طبعا لأنه هذا يا جماعة موظف بالأسبوع أو موظف بالشهر، فأكيد في عنده سالري، أكيد في عنده إيش؟ سالري. فممكن نحكي إنه في عنده ويك سالري. إيش يعني ويك سالري؟ يعني مرتب أسبوعي. فهذا الموظف غير اسمه الأول اسمه الأخير والآي دي، أكيد في إله راتب أسبوعي، فهذا الخاصية بتميزه عن مين؟ عن أبوه. تاني شغلة أكيد إله constructor، فحنادي أكتب public واسم class
أسكر القسم. طبعا هذا الامبلوي أو السالاريد امبلوي بيقدر ينادي الكونستراكتور اللي في أبوه، أخذناه المحاضرات اللي فاتت، فممكن هان أحكي له في عندي string x فاصلة string y فاصلة integer w فاصلة double z. يعني أنا هم بالآخر إله اسم أول، إله اسم تاني، إله ID وإله كمان إيش الراتب الأسبوعي. طبعاً مين الكونستراكتور اللي بيعطيني اسم أول واسم تاني وآي دي؟ هيو يا جماعة، موجود وين؟ في الأب. هيو بيعطي اسم أول اسم تاني وآي دي. فأنا ما بغلب حالي، بروح بكتب سوبر وبعطيه الإكس والواي والدبليو، تمام؟ فأنا هيك ناديت الكونستراكتور اللي في الأب، واللي بيعمل اللي بيعطيني للموظف اسم أول واسم أخير وآي دي. طبعاً بضل عندي مين؟ الراتب الأسبوعي، أكيد حياخده من وين؟ من الزد. فهيك أنا لما بعمل object من هذا الكلاس بعطيه اسمه الأول اسمه الأخير الآي دي وقديش راتبه في الأسبوع. تمام، هل قد يا جماعة هذا الكلاس عامل وراثة من مين؟ من الموظف، تمام، واستفاد من الوراثة وأخذ الفيرست نيم وأخذ اللاست نيم وأخذ الآي دي. طب تنسوش إنه الأب تبعه عامل إيش؟ عامل implement من مين؟ من الـ payable. طب هذا الـ payable إيش فيه؟ في هاي الدالة. فممكن هان ناخد هاي الدالة ونروح على class هاد، وهلقيتها أقدر أعمل لها تنفيذ، تمام؟ أقدر أعملها إيش؟ تنفيذ. ليش حقدر أعملها تنفيذ؟ لأنه أنا هان موظف بالأسبوع، عارفة قديش راتبه بالأسبوع. فلو بدي أحسب راتبه بالشهر ممكن إيش أحكي له؟ return رجع لي قديش بياخد بالأسبوع ضرب 4، تمام؟ فأنا عندي هان الدالة get payable أو get payment amount، هذه جاية من class مين؟ من الأب. ليش؟ لأنه الأب عامل implement ل الانترفيس، تمام. فهيك يا جماعة صار عندي استفدت من الدالة الموجودة في الانترفيس، سوري في الانترفيس بيبول. هذه الدالة ما كان لها تعريف محدد، لكن لما أنا وصلت عند الموظف ب الأسبوعية قدرت أنا أحسب له بطريقة ما راتبه الشهري. بمعنى آخر، لو عندكم كمان كلاس للموظفين بالساعة وفي عنده سعر الساعة وعدد الساعات، فهان الدالة إيش حتصير؟ بترجع عدد الساعات في سعر الساعة. فأنت حسب كل موظف بتعمل الدالة هاي أو بتخليها تحسب حسبة معينة. طيب بدنا نعمل تيست، نروح على مين؟ نروح على المين. حعمل object من مين؟ حعمل object من الأب، من سوري من الابن. salaried employee. حعمل object موظف بالأسبوع، تمام؟ وليكن object واحد يساوي new بالنادي الكونستراكتور، تمام. طب هذا الكونستراكتور يا جماعة تبع السالاريد امبلوي. هيو هان نيجي هان، ايش بياخد؟ بياخد الاسم الاول، الاسم الثاني او الاخير، بياخد الاي دي، وبياخد قديش بياخد فلوس
بالأسبوع، فحنرجع نقول له اسمه الأول أو اسمها الأول ريهام، الموظفة ريهام فاصلة، اسمها الثاني زياد فاصلة، رقمها الوظيفي 2101 فاصلة، بتاخد بالأسبوع وليكن 200 دولار. فأنا هيك عملت أوبجكت من الموظف بالأسبوعية، أعطيته الاسم الأول ريهام، أعطيته الاسم الثاني زياد، أعطيته رقمها الوظيفي 2101، وأعطيته المبلغ اللي بتتقاضاه كل أسبوع. لو أنا بدي أحسب راتبها بالشهر أوبجكت واحد دوت، أكيد حنادي الدالة مين؟ حنادي الدالة اللي بتحسب الراتب تبعها، فهي get payment amount. تمام، عشان أطبعها بكتب system.out.print وهذا الكلام. فأنا هيك المفروض راتبها 200 في 4، هيو حسب الدالة الموجودة هان، راتبها قديش بتاخد بالأسبوع ضرب 4، فهي بتاخد 200 ضرب 4، حيطلع تاخد 800 دولار بالشهر. نعمل ران نشوف هل حتعمل الحسبة ولا لا. فهي فعلا 800 دولار. لو بدنا نعمل اوبجكت تاني وليكن اوبجكت 2 اسمه احمد سلمي، رقمه 2001، وبياخد وليكن بالاسبوع 300.5 دولار. فلو بدي أحسب راتبه بنفس الطريقة بس هغير هاي object 2، فالمفروض ينضرب 305 في 4، فراتبه عبارة عن 1202. بس خلوني أحط هان لن عشان إيش الجواب يطلع منفصل. سوري، هان المفروض مش تحت. فهان يا جماعة زي ما انتم شايفين الراتب تبع ريهام 800 دولار، راتب أحمد 1202 دولار. فطبعا لو في عندكم كلاس تاني بدكم تعملوه تتدربوا، اعملوا كلاس الأورلي إمبلوي، حطوا انه في له عدد ساعات انتجر وراتب ساعة دبل، وفوتوهم على الكونستراكتور واحسبوا الراتب تبعه عبارة عن عدد الساعات في سعر الساعة. فهيك انتو بصير بإمكانكم تحسبوا لكل موظف حسب نوعه على حدة قديش بيتقاضى راتب. بهيك يا جماعة بنكون خلصنا موضوع الانترفيسز، وخلصنا تقريبا هيك بنكون الاوبجكت اورينتد بكل تفاصيلها، بالكلاسز، بالاوبجكت، بالبرايفت، بالببليك، بالديفولت، بالبروتكتد، بالانهيرتنس، بالسوبر، بالبوليمورفيزم، بالاوفررايدنج، بالانترفيس. بضل عنا بس موضوع واحد اللي هو ان شاء الله موضوع الآلة الحاسبة، حنزل لكم بالتفصيل كيف تعملوه وترفعوا لي اياه بعد ما تنفذوه عشان احط لكم عليه درجات المشروع. يعطيكم الف عافية والسلام عليكم ورحمة الله.